السلام عليكم، كي داير انا الخوت؟ بخير، هانيه لاباس، كلشي بخير. نتوما وطويراتكم عواش راه مبروكه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر الناس اللي كيدعمونا بلايك وكيشجعونا، عواش راه مبروكه ليكم ولوليداتكم ولجميع خوتكم. بالنسبه لهاد هما الوليدات الثانيين اللي خرجوا لنا هاد العام ان شاء الله ديال 2021، كانت الام ديالهم بدات كتنقب فيهم، واضطريت باش نفرقهم بهذا العازل السلكي باش ما نضربهمش، حيت كانت كتضربهم حيت بغات تبيض. ها هي انت وزويرة تبارك الله، هي والذكر اللهم بارك. دابا راه حاليا باركة على البيض، ما بغيتش نوضها باش ما تنفرهمش وصافي. المهم هي هذه الاخوان، انت وزويرة تبارك الله تبيضت الثانيه اللهم بارك. نشكر الجميع وشكرا.